حقيقة جوانا النهارده الجو حر بشكل عام الصبح، ولكن بالليل الجو بيتراوح من معتدل لطيف. طب الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. اتفضلي. شكرا. اتفضلي. هيئة الأرصاد الجوية تتوقع إنه النهارده هيكون لسه في ارتفاع في درجات الحرارة، والطقس هيكون حر على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومائل للحرارة على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد. بالليل الطقس هيكون لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وهيكون معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء. كمان النهاردة هيكون في نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة. خلونا دلوقتي مشاهدينا نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة، وهنبتديها كالعادة من محافظة القاهرة. بتسجل العظمى في القاهرة 35 والصغرى بتسجل 23، الإسكندرية العظمى 30 والصغرى 21، مرسى مطروح العظمى 29 والصغرى 21، سيوة العظمى 37 والصغرى 21، بورسعيد العظمى فيها 31 والصغرى 23، دمياط العظمى 30 والصغرى 21، الإسماعيلية العظمى 35 والصغرى 20، والسويس كمان العظمى فيها 35 والصغرى بتسجل 21. هنروح للعريش العظمى فيها بتسجل 31 والصغرى 20، طابة العظمى 33 والصغرى 20، سان كاترين العظمى 31 والصغرى 17، شرم الشيخ العظمى 38 والصغرى 28، الغردقة كمان العظمى فيها 38 والصغرى بتسجل 27، الفيوم العظمى 35 والصغرى 22، بني سويف العظمى 36 والصغرى 21، المنيا العظمى فيها 37 والصغرى بتسجل 23. هنروح لأسيوط العظمى فيها 38 والصغرى 24، سوهاج العظمى 39 والصغرى 24، قنا العظمى 40 والصغرى 25، الأقصر العظمى فيها 41 والصغرى 25، أسوان والوادي الجديد بيسجلوا أعلى عظمى النهاردة وهي 42، الصغرى في أسوان بتسجل 26 وكمان في الوادي الجديد بتسجل 26، شلاتين العظمى 35 والصغرى 26، وأخيرا حلايب العظمى 34 والصغرى بتسجل 28. دي كانت فقرتنا الجوية مشاهدينا.